ما معنى قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما؟ قيل معنى الآية أنه لا يجوز لأحد أن يدعو على أحد إلا إذا كان المدعو عليه ظالما له، فيجوز للإنسان أن يدعو على من ظلمه. وقيل في معنى الآية أن من سبك يجوز لك أن تسبه من باب القصاص، أما السباب من غير قصاص فهذا لا يجوز. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن سابك أو شتمك جاز لك أن تقص منه أن ترد عليه بالمثل، أما إذا لم يكن هناك سبب السباب والشتم هذا لا يجوز لأنه جهر بالسوء. نعم. إذن المقصود بالسوء هنا هو السب والشتم؟ السب والشتم أو الدعاء. نعم. يعني لا يعم هذا حتى الأفعال الباطلة التي يعني على الأقل إذا ابتلي الإنسان بها أن يستتر، يعني إشهار الجرائم نعم، ومثلا تشهير بالعصاة، نعم يدخل في هذا أيضا. نعم. لكن قوله إلا من ظلم هذا يدل على أن فيه مقابلة، فيه مقابلة بين طرفين مظلوم وظالم، وأنه يجوز للمظلوم أن يجهر بالسوء على من ظلمه. نعم.